بسم الله الرحمن الرحيم. يا صباح الصحة، صباح الجمال على أجمل مشاهدين في الدنيا، ويوم جديد وحلقة جديدة من برنامج صباحك هنا. طبعا زي ما عودناكم إن أنا بستضيف نماذج مشرفة، ومعايا النهاردة نموذج مشرف جدا جدا، الأستاذ الموهوب محمود شوقي. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا وسهلا حقيقي بحضرتك. نورتنا ازاي؟ ونورت استوديو قناة الصحة والجمال. نورك والله. طب يا محمود، في البداية حابة إن أنت تكلمنا عن نفسك وتعرف نفسك أكتر للسادة المشاهدين. أنا اسمي محمود محمد شوقي، مولود قرية شبرا قبالة، مركز السنبلاوان. أنا مكنتش عايش هنا طفولتي، يعني كنت في السعودية وكده، كنا مسافرين. فبداية إن أنا اكتشفت إن صوتي حلو وكده، كان والدي بيوديني مجالس قرآن كريم وكده يعني، فكنا بنتعلم أناشيد وقرآن وبتاع، فكنت بقلد أصوات الشيوخ، ما شاء وشوية الله شوية بدأت أقلد أناشيد وكده، فاكتشفت إن عندي الموهبة. ما شاء الله فبعد ما نزلنا مصر واستقرنا هنا بدأ الانفتاح شوية، وطبعا حضرتك عارفة إن هما مبيهتموش أوي يعني بالدين في مصر. ايوه فدي حاجة يعني غيرت فعلا من شخصيتي شوية، خلتني ما كنتش مهتم بالدين، بس هو طبعا دي حاجة لازم تبقى أساسية في انا حياة أي حابة ان بني انا آدم. اكلمك في الموضوع ده، بس خلينا بعدين. تمام، هتسمعني ايه بقى كده في بداية الحلقة كده؟ مثلا أغنية أصابك عشقٌ لعبد الرحمن محمد. تمام ماشي. أصابك عشق أم رميت بأسهمي، فما هذه إلا سجية مغرمي، ألا فاسقني كاساتي وغني لي بذكر سليمى والكمان ونغمي. أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدثا بالكلام المغمم، وأحسد كاسات تقبل ثغرها إذا وضعتها موضع اللثم في الفم. ليل يا ليل ليل الليل يا ليل يا ليل، آه ليل آه ليل آه ليل آه ليل. جميل جدا جدا جدا، ما شاء الله. شكرا. نبرة صوتك هادية جدا وجميلة. خليك. طب يا محمود، هل دي موهبة ولا دراسة ولا والموضوع معايا انا واخد الموضوع ده، حابب ان انا ادرسه بعدين، بس هو في الاساس طبعا موهبه يعني. وبعد كده انا باذن الله حابب ان انا اطور الموهبه دي في مجالات كتير يعني، مش واقف ان انا اغني في مجال واحد او نوع واحد من الغنى والمزيكا يعني. انا ممكن اغني راب وفي نفس الوقت اقدر ان انا اغني رومانسيه، اغني طرب يعني، لدرجه اناشيد كمان دينيه. ايوه. طيب اصلا يعني دراستك الاساسيه ايه؟ انا دلوقتي حاليا في سنه ثالثه كليه تربيه نوعيه. بس انا سمعت ان انت كنت في كليه موسيقى. وانا دخلت سنه واحده كده خدت اللي في النصيب وخدت فكره عن الموضوع، وبعدين لقيت ان هم ما كانوش بيهتموا قوي بالمقامات، ان انا مثلا اتعلم مقامات زي حجاز وراست والمقامات العادية ايوه يعني، ما كانوش بيهتموا أوي. كانوا بيهتموا بإن أنا يعلموني على آلة، ما كانوش بيهتموا بإن هم يدربوا صوتي أو كده. طب بقى بتقدر توفق بين الدراسة والموهبة وكده ولا؟ طبعا طبعا ايوه التنظيم شيء أساسي في حياة أي بني ايوه آدم، ايوه لازم البني آدم اللي عايز ينجح يكون منظماته كويس. فعلا فعلا. طب مين اكتر حد مثلا بتحب ان انت تقلد صوته او تحب ان انت تغني اغانيه، هما مغنيين كتير وبتحب يعني تتمنى ان انت تبقى زيه؟ يعني، مثلا قسمهم لي كده. ماشي ماشي. يعني مثلا لو اتكلم في اغاني مثلا طربيه واغاني حلوه مثلا رومانسي، تمام. فانا مثلا زي مسلم اللي هو بيغني اغنيه الف الدفاتر، مش مسلم بتاع المهرجانات. ايه، عايزه حاجه تنعنشني كده، مش عايزه ابدا اكيد اكيد بحزين. اكيد ايه مين تاني؟ يعني. ومثلا بحب برضه أغنية أنا عايش إليك أشهر القمر، بحب الأغنية طب دي ماشي جدا. نسمع الأغنية دي. تمام.
انا عشقي ليك عشق القمر النجمة والليل والسهر، انا شوقي ليك فوق الخيال واحتمال كل البشر، من يوم لقاك حلوة الحياة بتحدى العالم كله وانا وياك، وبقول للدنيا بحالها ان انا بهواك، وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك، قربني ليك سيبني اعيش احساس جميل جميل جدا شكرا. ما شاء الله، ربنا يبارك بجد. طب وبالنسبة للمسلم بقى، خلاص انا اتنعنشت. بالنسبة للمسلم ايوه يعني ممكن اغني اغنية الف في الدفاتر. تمام، نسمعها. تمام. احنا النهارده عايزين المشاهدين يستمتعوا هو انا بصوتك جاي كده. النهارده عشان اغني مش اكتر من كده. ألف في الدفاتر تلقى الشعر بيحكي عنا فاكر أيام ما كنا بنحلم نبقى تحت ظل ساتر، قلل اللي بينا بالأيام وصبح كلامنا فاتر، مش لاقي حد غيرك حتى في البعاد غازل، آخر الطريق مفضلش غير لحني حزين، جف البكا من فرط صبري عالسنين، سدى اللي قال لك ان بعض العشيتين جف البكا معدش باي في عيني شيء، غريب عشق حتى وانت مش هنا لسه باقي علمنا صورنا لسه تدلنا، كانت الشوارع في شتا الليالي تملنا قلبي متيم بيكي، اشهد علي يا ربنا انت صبرك كله خير، انت حزنك ابقى غير، انت ما بسطر علي مرسى يوم تترس، انت فوت ولا لسه، والليل سير لك خوف، البن ليك موصوف، النور محوطك شوف ولا بعيد لسه، رضيت طول تنسى. طب تمام، احنا كده عرفنا بالنسبة للمسلم، وقلنا لمين تاني؟ أغنية أغنية اللي أنا عايش مثلا إليك. و طب ده بالنسبة مع للرومانسي صح؟ لا في برضه أغنية لفضل شاكر بحبها جدا اسمها معقول انساك، اتفضل. أغنية معروفة يعني. انت مصر تخلينا ابقى حزينة النهاردة. هو المود كده عني يعني. تمام ماشي نقولها؟ ماشي اتفضل. معقول انساك، معقول تنساني انا على طول، معقول انساك، معقول تنساني انا على طول، معقول ما نعود حباب نمرق ولا نبقى سوا، ولا نبقى سوا، يا ما قالوا الهوى غلاب، ولا مرة أحسننا حساب، نبعد يا هوا يا هوا يا هوا، في الليالي كعمال بنادي مشتاق بالي مشغول بهواك على طول، والليل بيطول وانا مش وياك. ايه بقى اللي بعد كده بقى؟ اللي بعد كده بقى انا عاوز اصدم النهارده الجمهور بحاجه غريبه جدا عن كل اللي انتوا سمعتوه. يعني انا ممكن بعرف اقول راب برضه، بغني راب طب وعامل يلا بقى. حاجات راب كتير، خلاص يلا ممكن سمعنا بقى. اسمعكم حاجه برضه.
بس هي مشكلة بس ان انا بدون ميوزك. بس طب استنى كده احاول اشوف ان انا بالنسبة للإعداد ان في ميوزك ولا مفيش مشكلة، يا ريت تكون في ميوزك. ميوزك اغنية الواقع الجوكر، احمد نصر الجوكر. مفيش خلاص تمام، مش مشكلة، خلاص اعرف تمام اغني ماشي. غير ميوزك. هي القصة دي فعلا هي بتحكي عن الواقع، وأنا بحيي فعلا أحمد نصر الجوكر عن إن هو كتب كلمات زي دي يوصف بقى الواقع اللي احنا فيه اليومين دول. هي الأغنية من كام سنة بس هي فعلا بتوصف الواقع اللي احنا فيه. خلاص تمام نسمع بقى. سبت حروف الماضي تترتب جمل مستقبل بعد أول لا بدأت تستوعب إني هقبل أبقى واحد منهم مش هعرف غيرهم إذا كرسوا لنفسه ما اتفقش علي تفكيرهم يا إما انعزل فارجع إنسان ملتزم مستني ملك الموت عشان أقبله وأنا مبتسم لكن لا هعيش الدنيا على حساباتها هحرم نفسي ليه من حياة ربنا خلقها شفت ازاي الحزب رجحت قانون النسبة لازم شخص يرجع لما شخص تاني يزبط لازم كل جوكر يذبح كل احمد موجود ده انا هجيل اي حد على الكوكب عايز يكون مش ببيع كلمات بقوانين حياة انهاش عشان ما تبقاش عطيت فكرة في بق كلاب اوعك تفكر اني حابب وضع بشرحهولك لكن ده امر واقع انا يدوب بوصلهولك كره كوكبي معرفتش انشر في مذهبي فبقيت بحلب مذهبه احسن ما توصف بالغبي عيش قوي ومكروه مش ضعيف محبوب كده كده هيكرهوك لما خط المصلحه يدوب وساعتها لو لقوك ضعيف ظهرك مكسور كده كده هينحشوك وسط الناس بعز النور من امتى عملوا حساب وقفت يوم الحساب اخوات يوسف فقتلوا خلقوا لنفسهم اسباب ارضى بقانون الغاب واختار لك وش تعيش بيه وبعيد عن اللي حبك لو مش حابب يوم تأذيه اما اللي بينافسوك فتنسى يحترموك هيفضلوا يحاربوك لحد يوم ما تموت وساعتها مش هيقول الله يرحمه بذل مجهوده في سبيل توصيل مفهومه يمكن يفيد جمهوره ابعدهم عن طريقك وكمل المسيره ده الابن البكر الادم قتل اخوه بدفع الغيره فحقيقة لو بتدور كلام ابوك مزور انسانك تمشي جنب الحيط عشان ما تجيش متعور شفت الحياه بلونين لون الشارع لون البيت فعرفت ان الحقيقه مش شبه ما انا اتربيت شق القدر بعد ما يعمل قصص مطره تنحط حجر فده بتنقشر وده يكشف لك لب نفوس البشر مفيش بدون مقابل ده عباده ربنا بمقابل لولا الطمع في الجنه كانت الدنيا اصلا باظت ولولا جوانا الفطر كانت الدنيا تخف ده التزام بالنفخ وروحه وبالرغبات نفوسنا الوسخه ده يوم ما مات الفار مش مع زاهي القطط مع ان دم الفار على مخاربهم من نقط ويوم ما مات الاسد ما جاش حيوان العزل عشان وقفتهم جنبه كانت مجرد خوف من الازل او طمعا في المصلحه او لايا كان استني ايه ما تقفل مفيش كلام الله انت حرفيا محتاج سقفه دلوقتي بجد يعني لا 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 جميله وادائك فيها كويس جدا جدا يعني تخلي اللي قدامك كده يبقى معاك ويتاثر فعلا بالكلام ده كلام الاغنيه هو اللي بيفسر شويه الواقع في ان فعلا يعني في ناس فعلا بتبقى عامله الحاجه الغلط تبقى ماشيه في جنازتك يعني ويت القتيل بيمشي في جنازته وناس تانية مثلا ان هو مثلا واقف جنبك ان هو خايف منك مثلا او طمعان في مصلحتك مش ان هو واقف جنبك غرضه ان هو حبك او حابب يساعدك والكلام اللي انا بقوله دوت هو بيدور على حوالين حاجات كتيره يعني أيوة حياته أيوة كده أيوة. كويس جدا كويس ان انت بتبقى يعني اللي هو انت برضو عندك الموهبه وفاهم يعني لو انت فاهم طبعا يعني لو انت بتغني فيه. وفاهم معنى كل الحاجات اللي انت لازم بتقولها اي دي. واحد مثلا يكون داخل مجال او حابب مجال يكون فاهم المجال من جميع النواحي يعني من اي زوايا لو جه حد مثلا يسالك في اي حاجه فانت عندك فكره عن اي نوع مثلا من الميوزك طب انا كنت سامعه ان انت كان ليك اغنيه او كليب او كده حابه ان انا اسمعها ممكن كنت سايب تقريبا الكليب دوت خلاص تمام يلا بينا نسمعه هو اشتغل ماشي اسد شجاع بحكم مكاني سيف طباع كتل قدامي كل اللي باع هيعرف مقامي رسالة ودع للي اداني ابن اصول واصحابي كرهاني هتحاول قول اكيد شراني هتروح من خطة دماغي تعباني هتجيلي عالسك انت اللي تعاني بعت عنك واخدت قرار تحت منك احلى اختيار ضارب
بسكو قاطع وتار اصل مشوشكو مليان صفار عامل نفسي اني سليم اغلي بياسي ما نزعيم كل كلامكو كان تقطيم اصلح جسمي للترميم وقفونك صاد قاضي وسالوني حكايتك قلت له اسمعني يا قاضي وانت واقف قدام مرايتك بتضحك والصورة كاشة اكني يا دنيايتك والجرح جواك بتكتر وما تلاقيش حد جنبك انا كل ما اقابل اصحابي يجوا في الاخر انا كل ما من اصحابي يجوا في الاخر يغسلوني كنت عاملهم انا اخواتي ليك الكم المرضو كده كده جاي للموت واخدتكم في تابوت جنب العداد معدود في تربيت كل وحده من فيكو يكون جنبي هو الوحد بس ربي بحبه كل قلبي احلف لك على ميت مصحف انك اصلا مش في دماغي لكن لو فكرت تزاولني انت على نفسك جاني انت على نفسك جاني تظهرون الأغنية دي هتنزل قريب على الصفحة بتاعت الاستوديو اللي أنا بسجل فيه احنا تيم ثلاثة صحاب يعني بإذن الله في شغل كتير نازل وهنسيب اللينك بتاع القناة على البايو بتاع اليوتيوب بإذن الله إن شاء الله بإذن الله كنت سامعة بقى إن النهاردة يعني في مناسبة عيد ميلاد والدتك وكده فإحنا كنا حابين نهدي لها هدية النهاردة وحابب برضه اديها برضه كلمتين كده ليها ميوزك طيب ولا لا وانا اقولها من غير ميوزك احسن خلاص تمام اغنيه امي ثم امي تمام انا اقول منها كوبليه واحد بس خلاص تمام امي ثم امي لحد اخر يوم في عمري حضني من اول حياتي وهمها اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم فعمري حضني من أول حياته وهمه همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه تحية لكل أمهات مصر ما شاء الله ربنا يبارك فيها يا رب وانا بقول لها كل سنه حضرتك طيبه يا طنط وعبال سنين كتيره كده في هنا وسعاده ان شاء الله إيه طيب ماشي ما كملناش بقى احنا قلنا في الرومانسي مسلم و بجد بقى انا عايزه اسمع حاجه الاصاله نسمع حاجه الاصاله ده اختار انا شخصية. من عشاق اصاله بحب اصاله طيب. جدا جدا الأصالة. جدا فحابه ان انا اسمع ليها ما فيش مشكله إيه اي حاجه منها انا معاكم النهارده على اي حاجه انت عايزها يا عالم قشطة تمام ماشي يا عالم هشوفه ولو صدفة يوم لا بيجي لنو ولا برتا وفرصة رجوعنا بتنقص أكيد وبعيد وفين وفكرتك كمل وانا مش معاه ما بيجيش في بالي كأن الحياة خلاص وفى عنده رفض نعيش وبفضل مكاني وبستنى انا كل ما ده بلاقي اللي فات مصمم ما يقلبش ليه ذكريات وفرصه رجوعنا بتنقص
سكيت وهو بعيد وفين الآن. أنا بجد عاجزة عن الرد، جميل جدا جدا جدا. طب بص يا محمود، انا بس اللي انا عايزه اعرفه ان انت اكتشفت موهبتك ازاي؟ يعني مثلا كنت قاعد كده وانت يعني وانت صغير بتندن مع نفسك وكده، ماما بابا سمعك كده اكتشف ان صوتك مثلا حلو وان انت بتعرف تغني وكده، ولا انت اللي اكتشفتها مع نفسك لما انت كبرت؟ والله هو الموضوع ده كله جه في موقف، هو عبارة عن موقف. احكيلي بقى. كنا نازلين من السعودية، فكان في تقريبا عيد ميلاد حد عندنا في البيت وكده، وكانت العيلة كلها ملمومة، وكان ولاد خالاتي وكده قاعدين، فكانوا بيقولوا لي غني كذا، انت صوتك حلو اصلا. كان في وقتها بقى سنك كام؟ كان وقتها تقريبا عندي 14 سنة او ايوه ما شاء او الله. 16 سنة، 14 16 سنة. ايوه. فالمهم بنت خالتي الكبيرة يعني وكده وقالت لي غني، جرب قول له أغنية الأصالة برضه، سبحان الله. وجرب قول له أغنية، أغنية يمن هواوي وأصابك عشق والأغاني دي. فجربت وقلتها، لقيت إن أنا صوتي حلو، فبدأوا إن هم يشجعوني على الموضوع. بدأت أنا مع نفسي دندن بعد كده كتير، وأجرب أقول كل أنواع الأغاني، وحبيت المجال. وبعد كده لقيت إن أنا بإذن الله أقدر أقدم في حاجة حلوة، بس بتوفيق ربنا، كله بعد بإذن توفيق الله ربنا. إن شاء الله. طب يعني حبك في الأغاني وصوتك الحلو وكده هو اللي خلاك تقدم في كلية موسيقى تقريبا، ولا انت هو دي هو كانت انا هدفي لما كنت داخل كليه موسيقى على اساس ان هم فعلا هيطوروا من موهبتي اللي عندي. هم كانوا بيركزوا دايما على ان انا اتعلم اله او كده. هو مهم ان انا اتعلم المقامات والالات ايوه وكل حاجه تقريبا بيبقى في والموسيقى، البدايه كده و... بس انا السنه اللي انا دخلتها خدت فيها معلومات كتيره يعني، استفدت منها. طب ايه السبب هو انا خلاك تحاول لقيت ان بقى وكده؟ الموضوع، هو انا يعني منشغل شويه، وقت منشغل شويه، ما بعرفش اقعد على حاجه وقت كبير. ايوه ف بتحب ان انت تبقى مع نفسك اكتر. بالظبط. فانا ايوه كل اللي انا كنت فيها دي عشان مثلا ان انا اخلص اطبق سيكشن او حاجه، فانا بضطر ان انا افضل قاعد طول النهار في الكليه حرفيا اطبق. مثلا لو عندي سيكشن بيانو افضل اطلع اللي انا خدته في البيانو طول النهار لحد ما صوابعي يتكسر. فلقيت ان الحاجه دي يعني هو بعدين ماشي، بس مش وقتها الوقت. فسالته كده في قسم مسرح تربوي برضه في الكليه، فهم اهلي رجحوا لي ان انا اخش وكده. برضه انا عندي موهبه التمثيل، ومش محتاج ان انا اضيع في وقت كتير، واعرف اوازن ما بين شغله برضه في نفس الوقت، قسم يعني خفيف شويه عن الموسيقى. ايوه وربنا يوفقنا فيه يا رب يا رب. اللهم امين اللهم امين. مين الناس اللي بتساعدك واللي بتكون معاك في شغلك وفي المهرجانات اللي انت بتعملها وبتدعمك وبتحس فعلا ان هم بيبقوا جنبك؟ انا طبعا حي اخويا انجاكس اللي عامل معايا التراك الاخير، هو لسه هينزل برضه، هنسيب اللينك بتاعه في البايو بتاع اليوتيوب. واخويا باندا صاحب الاستوديو وصاحب الاجهزه اللي كان فعلا بيخليني اجي اسجل من غير اي تكاليف ومن غير اي حاجه، وكان معتبر الحاجه واحد. فانا بحب فعلا ان انا اشكر الناس دي قوي على وقفتهم معايا وعلى دعمهم دايما ووقفتهم جنبي. طيب قبل ما انهي حلقتي بقى، حابب تقول لبابا ماما ايه؟ انا حابب اقول لهم اكيد دي اكتر ناس بتدعمك وبتقف جنبك. اكيد يعني. اكيد طبعا. انا حابب اقول لهم باذن الله اشرفكم وارفع راسكم وابقى حاجه قدام باذن الله. ربنا يديك الصحه يا امي، ويديك الصحه يا حاج، وربنا يطول في عمركم وما يحرمنيش منكم ابدا. يا رب يا رب. اللهم امين. الفاصل ونرجع لحضراتكم تاني. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك. أعزائي المشاهدين، ورجعت لكم من جديد مع يعني بجد عجز عن الوصف ليها، الإعلامية الصاعدة الجميلة بإذن الله دنيا ناصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. حقيقة نورتنا ونورت استوديو قناة الصحة والجمال. ربنا يخليك يا رب. ومعانا الأستاذ محمد نصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك. في البداية يا محمد، عرف نفسك أكتر للسادة المشاهدين. محمد نصر مصلحي، محافظة الدقهلية، مركز السنبلاوين، قرية الدير الوسطى، مصور فوتوغرافر. أنا لسه بادئ كده في أول الطريق. بداية سعيدة إن شاء الله. ربنا يخليك. وحضرتك يا أستاذة دنيا.
اهلا وسهلا. عرفي نفسك اكتر لسادة المشاهدين. إيه انا دنيا نصي. إيه اول ما ابتدات يعني حبيت الفكره طبعا وربنا يخليكي حبيبتي. تسلميني. اكيد وقفت معايا في حاجات كتير ودايما ان شاء الله يعني ابقى حاجه كويسه يعني باذن الله. باذن الله اتمنى ليكي مستقبل باهر ان شاء الله. ان شاء الله. إيه محمد انت اخدت فكرة التصوير ده ازاي؟ يعني اخدت القرار ده ازاي؟ والله هو القرار يعني كان في دماغي وكده بس هو جاء فجأة كده اللي هو انا قررت. هي كانت موهبة وكلها اللي هو انا كنت حب الفكرة يعني من الاول. طب هل بداية التصوير كان لها علاقة بمجال الدراسة؟ لا طبعا بدرس في كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة ملهاش دعوه طبعا بمجال التصوير خالص. يعني دراستك الاساسيه اصلا حاسبات ومعلومات. تمام. ملهاش صله بمجال تصويرك و... لا خالص. طب بتعرف توفق بقى بين الدراسه وبين التصوير؟ ده اكيد طبعا الدراسه حاجه والتصوير حاجه تانية. يعني الشغل بعيد عن الدراسه. يعني اعرف ان التصوير ده بياخد وقت كتير طبعا. دايما بتبقى في افراح دايما في سيشن كده. طبعا هو بياخد وقت وكل حاجه بس انا برضو الكليه لها اهتماماتها يعني الدراسه. أيوة. بالنسبه لي لها اهتماماتها. اللي هو انت بتعرف تقسم وقتك. اه بالظبط كده. اللي هو الشغل شغل والدراسه الشغل دراسة. وقت الشغل اللي هو شغل. طيب لكن اتكلمنا عن بدايتك في مجال التصوير الافراح. والله انا بدات يوم 18/1 السنه اللي فاتت كانت اول بدايه ليا. يعني طبعا في ناس كتير وقفت جنبي في المجال طبعا. وكلهم لهم فضل عليا. يعني انت اول ما جيت مثلا بدات المجال ده مثلا وانت في السن الصغير ده مثلا حد مثلا جه يتكلم معاك في يعني وقال لك لا انت صغير ما تفتحش المجال ده مش هتمشي فيه؟ لا طبعا يعني اول ما عرضت الفكره على والدي وكده شجعني جدا. تمام. ما يعني كان واقف في ظهري. تمام. يعني ما حدش لعب في دماغك يعني؟ لا وانا ما سمعتش كلام حد يعني. بتكون فرحان اكتر لما بتكون مثلا في سيشن زفاف خطوبه كاجوال؟ هو انا بكون فرحان اكتر يعني اما ابقى قادر اخلي العريس والعروسه مبسوطين اللي هم يبقوا واثقين في شغلي اللي هم اختاروني اللي انا اوثق معاهم اليوم ده لان بتبقى حاجه مهمه طبعا في يومهم وفي حياتهم عامه. كل يعني بيرجعوا الذكريات بيفتكروا يعني ببقى مبسوط اللي هم اختاروني وانا قدرت ابقى قد الثقه دي. مين اكتر حد دعمك مثلا وقف جنبك؟ اهلي طبعا والدي ووالدتي يعني وقفوا جنبي وفي ظهري دايما. أكيد كل طبعاً الشكر ليهم بعد طبعا. الاهلي طبعا اكيد ده طبعاً. اكيد. طب استاذنك يا استاذه دنيا بس بعد اذنك انا حابه اشوف التقرير بتاع اللوكيشن بتاع المكان و... وشغل معي. حضرتك وكده. تمام خلاص. تمام اطلب من الاعداد ينشر. جميل جدا جدا جدا. تسلمي لي ربنا يخليك. والله العظيم بجد يعني انت نموذج مشرف جدا جدا بالنسبه لسنك وان انت تعمل كل ده لوحدك وتبدا ان انت تعمل مشروع وتطور من نفسك وتعمل لوكيشن كمان. والله الحمد لله يعني هو مش شطاره مني ده توفيق من عند ربنا اول حاجه فعلا يعني. ونعم بالله. من اول ما دخلت المجال وانا كنت مصمم ان انا ابقى حاجه حلوه. اقصد ان مثلا اي شاب بيبقى في سنك بيبقى دايما معتمد على باباه ومامته اكتر. تمام. بيبقى طبعاً. كله همه ان هو مثلا يخرج يروح الكليه يخرج مع صحابه يروح يخرج في كافيهات مش عارفه ايه ما بيفكرش بيبقى معتمد على باباه ومامته اكتر من ناحيه ان هم يصرفوا عليه. وكويس كمان ان هو مثلا في السن ده وحقق حاجه حلوه. أيوة. وبدا يعني ان هو حاجه كويسه طبعا حقق انجازات كتيره. أوه. جدا. طب ايه اللي انت حابب ان هو يبقى بعد كده بقى؟ والله هو اول حلم ليا يعني اللي هو انا يبقى لي مكان في المنصوره في المدينه ابقى معروف يعني ان شاء الله في الايام الجايه لا احقق حاجات كتير في مجال شغلي اطور من عدتي اطور من نفسي اعمل مكتب تاني يبقى ليا كذا فرع. ايه هو انتصارك في الحياه مثلا؟
هو اللي هو مثلا لما اشوف حد ناجح ما ازعلش عن تصرف الحياه، لما اشوف فلان ناجح مش ازعل اللي هو ناجح، لا افرح ليه واحاول ان انا اوصل للنجاح اللي هو وصل له. تمام. هو معلش يعني هو مش احسن مني، انا احاول برضو ان انا اوصل لنفس النجاح ده ونفس المستوى ده. انتصاري في الحياه اللي انا طبعا راضي عن نفسي جدا الحمد لله، ما بصش للحاجه اللي في ايد حد. تمام. بس جميل جدا جدا جدا. طيب بقى انت اخدت فكره ان انت هتفتح اللوكيشن ده ازاي؟ يعني مثلا انت كنت بتصور وكده، ولا انت اصلا لما بدات فكره اللوكيشن؟ لا هو انا بدات الاول زي ما قلت لحضرتك في الاول، بدات يوم 18/1 السنه اللي فاتت. ايوه دي كانت بدايتك خالص. طبعا. يعني مثلا ما نزلتش اتدربت مع صاحبك؟ لا. اخدت منه الكاميرا جربت تتصور صوره او رحت كده؟ طبعا مع اخويا طبعا الكبير رضا حسين. أيوة. عندي جاري واخويا متربين سوا، هو فوتوغرافر. طبعا لما عرضت عليه الفكره ما وقف جنبي بامانه. طب يعني مثلا يعني انت قول لي مثلا ايه حاسس ايه مثلا مختلف في مكانك في مجالك؟ في مثلا مجالك في فوتوغرافر كتير، في حاجه حلوه، في سيشنات بتنزل كتير، في شغل بينزل كتير، ايه اللي انت حاسه بقى مختلف في المجال ده؟ يعني مثلا حاسس مثلا يعني طبعا بالايديت بتاعك بالتصوير بحاجه، حاسس مثلا بالمكتب بتاعك، ايه المختلف في حاجه زي كده مثلا؟ هو المختلف اللي يخلي عريس او عروسه يجي يحجزوا معايا اللي انا اوثق اليوم بتاعهم، وبيبقى يوم اهم يوم في حياتهم طبعا، اللي انا بعمل الحاجه اللي تليق عليهم، اللي انا ابقى شايف الشخص اللي قدامي جاي معاه ايه في التصوير وفي الايديت وكده، ابقى انا معاه ماشي معاه، مش الحاجه مش اللي انا عامل رينج معين ماشي عليه. طب ما قابلتش مره كده عروسه متوتره مثلا؟ ايوه اللي هي مثلا طلعت عينك في السيشن كده، لان دايما العرايس بيبقوا متوترين في اليوم ده، تقول لك مثلا لا انا عايزه الصوره دي، لا امسح لي الصوره دي، لا انا مش عارف ايه كده. لا ايه يعني ردود فعلك وقتها؟ يعني مثلا بتتعصب، ولا مثلا بتبقى انت بتهديها مثلا وتعمل لها اللي هي عايزاه؟ لا هو طبعا ده اهم يوم في حياتهم، فالعصبيه ديت ممنوعه. ايوه اللي هي حتى لو قالت ايه، لو قالت صورك وحشه او اي حاجه انا اضحك واكمل معاها اليوم. يعني مثلا ما جاش مثلا في شغل سيشن مثلا والعروسه تقول لك لا بلاش الصوره دي، لا مش عارفه ايه، العريس يقول لك لا بلاش كده، يعني انت مثلا بتبقى فرحان في حاجه زي كده ولا بتبقى زعلان فيها مثلا؟ لا طبعا كل عريس وعروسه بيبقى لهم حاجه مختلفه، ممكن عروسه ما تعجبهاش صوره انا عاملها تقول لي امسحها، طبعا انا رايح عشان افرحها. انا رايح عشان افرحها، طبعا مش هفرض عليها رايي اقول لها لا هي لازم دي، لا طبعا طالما وحشه او مش عاجباها انا بمسحها من النفس. طب مثلا بالذات مثلا ايه العروسه مثلا ما بتبقى متوتره مثلا سمعت حاجه مش حلوه مثلا صاحبه العروسه مثلا، تنصح ايه العروسه تاخدها معاها مثلا كوافير مثلا تاخدها معاها سيشن كده؟ اللي بيخلي العروسه متوتره اللي هي بتختار اشخاص غلط يروحوا معاها كوافير، يروحوا معاها. انت اكيد طبعا يعني بس انا اعرف ان دلوقتي بعد الميك اب ارتست والناس دي ما بقوش ياخدوا غير العروسه بس، مش بياخدوا مثلا معاها مع حضرتك طبعا كده. بس ممكن هي تطلع اصحابها بيستنوها اللي يجوا معاها السيشن وكده يقول لها لا الفستان في حاجه وفي اللوكيشن بتتصور فيه برضو؟ لا هو اللوكيشن ما بيدخلش غير فرد واحد مع العريس والعروسه. يعني انت رايح هناك انت اللي بتقرر ان حد يدخل مع العريس والعروسه ولا صاحب لا طبعا المكان؟ ده اداره المكان، سواء في اي مكان اداره المكان محدده اللي هو مرافق واحد، لان احنا بندخل بنبقى عدد مهول طبعا جوه، اللي هو المكان بيبقى اصلا يا دوب مستحمل، يعني كل فوتوغرافر معاه مثلا حد بيساعده. أيوة. وكده يا دوب ده هياخد صوره في المكان ده وده هتاخد صوره في المكان بالظبط بالظبط كده. طب احنا مثلا عايزين تحكي لنا مثلا على حاجه مثلا حصلت في فرح، حصلت في سيشن ان هي ما تحصلش يعني. بعد اذن حضرتك يا استاذه دنيا هو هيرد على سؤال حضرتك، بس في شغل لمحمد احنا عايزين نعرضه ونشوف راينا فيه وراي المشاهدين وكده. بأحلامي بقالي حتى بقلبه وبقالي جت أحلام رسم خيال مالها الشبه أوصفها بيه صاحبة عيون هادية بريئة I'm not afraid.
عشان خاطر عنيف هعمل المستحيل بوعدك. ايه راي حضراتكم في الحاجات الجميله المبهجه ده؟ بجد تسلم ايدك جدا جدا. طب انت برضو ليك في البرومو وكده انك تبقى مثلا معاه في من اول اليوم، مثلا تبقى معاه في فندق وتبقى معاه من بدايه اليوم وفي الفرح برضو وكده؟ بقى في باكجات اللي هي الفول داي بتحجز طبعا من اول يوم، من اول ميك اب ارتست النظام بتاعه بالظبط من اول باكجات. هو بيختار طبعا، كل عريس وعروسه بيختاروا الحاجه اللي تناسبهم. أيوة. او الحاجه اللي منتشره في المحيط بتاعهم. طب اكيد طبعا يا محمد، مثلا بعيد عن مثلا تصوير مثلا في اللوكيشن بره كده، يعني في تصوير في اللوكيشن اللي انت عامله في المكتب؟ يعني بس بسيط مش قوي، لان كل برضو الناس متجهه للتصوير بره طبعا والاماكن المفتوحه. دلوقتي بقى مش يعتمدوا على الاستوديوهات وكده، يطلعوا بره في اماكن. بس هو بالنسبه لي المكان اللي هو انا اقدر احجز العريس يدخل يلاقي مكان استقبله فيه، اسلم فيه شغلي كده. اكيد طبعا بتستقبل فيه كل الضيوف مثلا. ده بالظبط. انت كمان اللي بتحجز وبتكون مظبط المكان للعريس والعروسه وكده، يعني مش هما اللي بيروحوا يحجزوا بنفسهم؟ وانا طبعا العريس لما بيجي بيقول لي رشح لي مكان مناسب، بما ان كل يوم في مكان وكده، انا بشوف احسن مكان، والمكان برضو اللي يناسبه ما يبقاش مشوار عليه، ما اخروش ميك اب العروسه، ما يحصلوش حاجه كده. ببدا اقول له المكان كذا، هو ممكن يقول لي بقى ضيف فلوسه على الباكجات بتاعتك اللي هو يبقى كل حاجه. معايا استاذه دنيا كانت سالتك سؤال قبل ما نعرض التقرير ده، بس حضرتك ما كنتش جاوبت عليه. ممكن حضرتك تعيدي تاني؟ اللي هو قال مش فاكره بجد. خلاص تمام، نجيب اسئله تانية. تمام. خلاص تمام. طب بالنسبه بقى، انت مثلا هتعمل سيشن، تمام؟ بتبقى بنصك مع العريس او العروسه، الوقت مثلا بيبقى امتى؟ هي مثلا بتبقى في بدايه اليوم في الكوافير او كده، السيشن بيبدا من امتى عشان تلحق ان هي تروح الفرح؟ طبعا لو هي هتتصور العريس والعروسه يتصوروا على بحر وكده، ما ينفعش بالليل خالص، يعني دي مشكله كلنا بنواجهها، لان البحر يعني بقول ان الصور بالنهار برضو بتبقى حلوه. ما ينفعش بالليل على بحر. ليه؟ لان الدنيا بتبقى اصلا ضلمه، البحر بتبص له تلاقيه ضلمه، فما بديش، ما بيبقاش الحاجه الخياليه اللي العريس او العروسه جايين رسمينها في خياله. ايوه مثلا انت اديت للعريس والعروسه معاك في اللوكيشن، هل مثلا العريس مثلا يتاخر على اللوكيشن ساعه نص ساعه، هل ده اكيد بيوترك؟ لا طبعا ما بيوترنيش ولا حاجه، انا بقعد انتظر العريس، لان هو بيحجز معايا يوم، هو اليوم بتاعه خلاص. تمام. جه بدري جه متاخر ده للعريس طبعا. تمام. انت حضرتك برضو ما ردتش عليا. اتفضل. بتكلم في يوم مثلا يوم الفرح، هي العريس والعروسه بيبقى لهم ميعاد معين ان هم يروحوا فيه السيشن. بالظبط. بيبقى مثلا الوقت من امتى لامتى؟ مثلا ايام زي دلوقتي كده، هو على حسب الطلب، مثلا عايزه صور بالنهار او صور بالليل. اكيد. ولا انت اللي بتنسق وبتحدد؟ لا طبعا العريس بيبقى عاوز مثلا هيروح بحر كده، هيمشي مشوار، فلازم بنبقى من النهار بنحدد طبعا الميعاد، بنبقى قبل المغرب، لا في الغروب عامه بيبقى احسن. كنت لسه هقول لحضرتك كده، احسن توقيت في التصوير يعني، هو يبقى انت جبت نهار وليل. بالظبط كده. اسالك سؤال يا محمد، اتفضل. مثلا انت مثلا بدات في الشغل وعملت ستيشن وكده، العروسه مثلا يعني، طب اللي هي مثلا ما عجبهاش التصوير ولا الصور ولا كده، هل مثلا انت تغيرها لها؟ لا طبعا اغيرها لها. ازاي؟ هي ما فيش عريس وعروسه بيحجزوا عند واحد اللي هو اي حد وخلاص. طيب أيوة. لو هي طيب قالت مثلا انا مش عاجبني الطابلو، مش عاجبني مثلا الستيشن، مش عاجبني حاجه زي دي، هي تقصد ان رد فعلك وقتها بيبقى عامل ازاي؟ ردود إيه؟ عادي طبعا لازم بقى رد عادي، لان حضرتك جايالي وحاجزه عن اقتناع. ايوه فلازم تعمل لها اللي هي عايزاه، اللي يفرحها بمعنى صح. بالظبط، هي جايه وحاجزه عن اقتناع ومقتنعه ان محمد هيقدر يوثق لها اليوم دوت بشكل حلو ويوصل للي في خيالها. بالظبط كده. ايوه ايه الجديد بقى يا محمد؟
ايه الجديد؟ لان موضوع الافراح ده عمال بيتطور، يعني كان زمان الفرح ده كان بيعتمد على صوره وكوبايه شربات، دلوقتي الموضوع عمال بيتطور. لا سيشن، لا اوتيل، اروح اعمل كوافير فيه، ميك اب ارتست فيه، دلوقتي بقى الموضوع عمال بيتطور، فايه اللي هيبقى جاي بعد كده؟ كده يعني الشغل اللي ماشي، لا احجز فندق في كذا، لا مش عارف ايه، كان اخر مثلا الصوره في الاستوديو مثلا على السلامة بره، يعني دلوقتي بقى في تطوير جامد. اللي هنكتشفه بعد كده بقى. والله او ايه اللي انت شايفه جديد في شغلك؟ هو احنا ماشيين طبعا تبع كل اللي بيظهر، بس هو كل اللي موجود دلوقتي اللوكيشنات طبعا والتصوير الخارجي، يعني ما عادش عريس وعروسه بيتصوروا في استوديو كده، كله على التصوير الخارجي في لوكيشنات واماكن مفتوحه وكده، لان هي طبعا الصوره اما تبقى على طبيعتها احسن ما انا اتصور في استوديو وابدا اركب الصوره، عمرها طبعا ما هتبقى زي الحقيقه. أيوة 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 فعلا فعلا. إيه أول مشكلة قابلتك في مجالك ده؟ وحسيت إن أنت فعلا محبط، ولا بصيت لهدفك وبصيت لحلمك وحبيت إن أنت تكمل؟ لا هو طبعا حسيت بإحباط شوية في الأول يعني، بس عديت وتجاوزت الموضوع. بعد كده بقى أي حاجة بتحصل لي اللي هو أنا أتجاوز الموضوع عشان أحقق النجاح اللي نفسي فيه واللي نفسي أوصله. طب مجالك ده مقاعدك مثلا يعني من الجامعه؟ لا طبعا هو مجالي ملوش ولا ملوش علاقه بالجامعه، لا وانا بدرس في كليه حاسبات زي ما قلت لحضرتك في الاول. يعني طبعا وقت الجامعه جامعه والشغل شغل، يعني مفيش. انت حابب المهنه دي تاخدها للاخر؟ طبعا ده اكيد، ده اكيد ان شاء الله. حابب ان انت برضو تطور وكده ولا؟ ده اكيد طبعا. ايوه. طب يا استاذ محمد برضه احكي لنا عن المشكلات اللي كانت بتواجهك في بعض السيشنات في بعض الافراح. ايه اكتر مشكله واجهتك مثلا؟ هو يعني او مش حابب انها تتكرر تاني معانا؟ صح، اللي العروسه ما تختارش الشخص الغلط معاها يعني برضه الاشخاص اللي بيبقوا مع العروسه دول بيستفزوك برضه وكده وبيأثروا برضه على شغلك وكده؟ هما مش بيستفزوني لانهم هما مش بيدخلوا المكان اللي انا بصور فيه، بس هما ممكن واحده مثلا من صحاب العروسه تطلع فجأة كده ليها تقول لها الفستان فيه كذا، الميك اب فيه كذا، فيبقى هو الموضوع بقى قلب معاها بزعل في تيجي بقى ما نقدرش نفرحها تاني، اللي هي جايه زعلانه اصلا. ايوه ايوه. طب ايه اغرب الموقف اللي حصلت لك في مجالك ده؟ احكي لنا احكي لنا، انا عارفه ان في مواقف غريبه كتير جدا يعني. هو في يعني مش عارف، هو في مواقف كتير جدا يعني ما ينفعش. خلاص تمام، مش هينفع نحكيها. طب قبل ما نختم حلقتنا حابب توجه رساله لحد؟ اه طبعا والدي ووالدتي طبعا لهم فضل كبير عليا في اللي انا وصلت له، ربنا يخليهم ليا طبعا ويديمهم في حياتي يعني، هم سند في الدنيا. اللهم امين. حقيقي انت نموذج مشرف جدا جدا، واتمنى ليك مستقبل باهر. ونورتنا وشرفتنا في حلقتنا النهارده، وحضرتك يا استاذه دنيا حقيقي نورتني جدا جدا ونورت استوديو قناه الصحه والجمال. أعزائي المشاهدين انتظرونا إن شاء الله في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك اتفضل.